وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وعبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. مرحبا أخي. أبدأ معك أستاذ عبد القادر، يعني تصاعد عمليات الاغتيال والاختطاف للناشطين والمتظاهرين في بغداد والمحافظات، ما تفسيركم لاستمرار آلة القتل الحكومية لهذه يعني بفعل هذه الأعمال ضد المتظاهرين في هذا الوقت الذي يشهد أو الذي تشهد فيه ساحات التظاهرات دعوات للاحتشاد؟ الإفلاس السياسي وراء كل ما يجري في قد فقدوا الحكم أنه واجب، وبالتالي التيار القمعي هو اسلوبه لانهم لا يمتهنون شيء سواه، فهم يعني لا يتعدون الى انهم عقليه قمعيه اغتياليه لا تؤمن الا بالدماء، ولذلك حكومه الدم في العراق هي التي تتكون من هؤلاء جميعا، وبالتالي راينا حوالي 16 لا يجمعون سوى الا من يؤمن بالقتل ولا يؤمن بالراي الاخر ولا يؤمن حتى بالنقاش، ولذلك وصل البلاد الى ما وصل عليه الان وما من اغتيالات واعتقالات الا لهذا السبب، لان هؤلاء حقيقه اتخذوا من المنهج الايراني طريقا واضحا في التعامل مع الشعب، فكيف اليوم في تظاهرات كسرت الثلاثيه التي بنوها هم وبالتالي اقتلاعهم من الحكم، وهم اليوم مجردون لا يملكون سوى السلاح والقمع، وبالتالي الشعب موحد بالكامل بكل اطيافه خلف ثوره تشرين العراقيه التي تؤدي الى قلع هؤلاء تماما والى اسقاطهم السياسيه الراشده، وقد راى العالم انه في بضعه اسابيع من عمر الثوره كان تحول المناطق المحيطه بها الى ستبقى معنا أستاذ عبد القادر. ننتقل لضيفنا من عمان أيضا الكاتب والباحث السياسي أستاذ حسين العليان، وبالتزامن مع هذه الحشود التي توافدت إلى ساحة التحرير في بغداد، إلى أي مدى تظنون أن تجمع المتظاهرين القادمين من مختلف المحافظات وتوافدهم إلى بغداد سيحقن الدماء ويحد من هذا القمع المرتكب من قبل القوات الحكومية والميليشيات؟ هو الضمان الوحيد لردى السلطة الفاسد الميليشيات والقتلة هو ناس للشوارع بأعداد هائلة، لن يردع هؤلاء إلا الجماهير الغاضبة في الشوارع. عندما تنزل الملايين إلى الشوارع من أين يأتون بقتلة؟ سيرتعد كل القتلة وكل المجرمين وسيبدأوا بالبحث عن منافذ للهرب ليس إلا، أما الحديث عن استفراغ هنا أو هناك فهذا أكيد سيستمر، هذا ديدن الطغاة والشعوب اللي سبقتنا في هذا المجال ريتها بالتظاهر السلمي تعرضت لنفس المشكلات من الخطف والقتل وأساليب البطش والاعتقالات. نعم. طيب أستاذ عبد القادر، يعني آخر العمليات التي كانت في اغتيال الناشطين هي اغتيال الناشط علي نجم اللامي في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد، لنفاجأ بعدها باغتيال الناشط علاء الجيزاني. ما تفسيركم للسياسة الجديدة التي تنتهجها ما تسمي نفسها بالحكومة في المنطقة الخضراء، سياسة الاغتيالات ضد الناشطين هي والميليشيات؟ نعود ربما لضيفنا أستاذ حسين ونتحدث أيضا عن هذه الاغتيالات وهذه هذا القمع المرتكب في الساحات. معظمه أو معظم المراقبين يقولون أن جهات إيرانية هي التي تخطط وتقف خلف هذه الانتهاكات المرتكبة، ما مدى صحة ذلك؟ وليس المهم من القتل، القتل هو بحد ذاته تعبير عن إفلاس النظام السياسي ومن يقف مع النظام السياسي، هؤلاء يائسون قرب نهايتهم سيلجؤون لهكذا أساليب و
ليست الأولى على مستوى المنطقة أو العالم. كل تجارب الشعوب كانت دائما يلجؤون للقصف والقتل والاعتقالات، لكنهم كانوا في النهاية يهزمون، وكانت دوما المظاهرات والجماهير هي المنتصرة، الشعب دائما منتصر. فالتقف وراها إيران أو الموساد أو أمريكا أو هناك، المهم أن هناك سلطة في تغطي هذه الجرائم وستتحمل مسؤوليتها. نعم، لكن أستاذ عبد القادر، هل أنت معي الآن أو تسمعني بشكل جيد؟ أهلا وسهلا بكم أستاذ أفل وبمشاهديكم الكرام. نعم، بصورة واضحة. أهلا بك من جديد. كنت قد سألتك إلى أن آخر العمليات التي حصلت اغتيال الناشط علاء أو علي نجم اللامي عفوا، لنفاجأ بعدها باغتيال الناشط علاء الجيزاني. ما تفسيركم لهذه السياسة الجديدة التي تنتهجها ما تسمي نفسها الحكومة في المنطقة الخضراء والميليشيات، أي سياسة الاغتيالات بالنسبة للناشطين؟ أولا، الإفلاس السياسي واضح تماما من خلال أنهم لا يمتلكون سوى على كحكومة الدم في العراق المتمثل عبد المهدي والميليشيات وحتى البرلمان، لأن يساند لكل تلك العمليات. هؤلاء وجدوا نفسهم أمام مواجهة شعب عراق حدثت ثورة تشرين العراقية بأهدافها ومطالبها، إصرار الكبير للمتظاهرين الأبطال في عملية قلع هؤلاء وإسقاط كامل وتأسيس حكومة راشدة مبنية لكن بقوانين عراقية وبقوانين أبناء الشعب العراقي، بما يحافظ على أن تكون هناك عملية ديمقراطية حقيقية. لذلك حقيقة لا يكون سوى الذي يعبد على قمع وقتل واستمر الاغتيالات في العراق منذ 16 عام. بالتالي السجون اليوم مليئة بالأبرياء من هكذا نوع، لأن العقلية الانتقامية العقلية الإجرامية حكم في هؤلاء. فهؤلاء لا يمتلكون لا فن للسياسة اسما لها ولا رسما، ولذلك لا يفهمون إلا لهذه اللغة. ذلك اليوم اكتشفت جميع أوراقهم وهم أمام شعب اقتلاعهم من جذورهم، لذلك لن يواجهوا إلا بالقتل. وبالتالي معلوم تماما الضعفاء عندما يصلون إلى مرحلة الانهيار يلجؤون إلى عمليات الانتقام والقتل لربما يخوثوا خصومهم، وهذه آخر الأوراق التي يتم اللعب فيها. هناك توافق المفروض أن تتحرك وتيرة السرعة والكشف، إلى هذه اللحظة هم يطالبون بكشف حكومة صامتة لأنها مشاركة في عملية. هناك إجراءات دولية لأن مشكلة العراق بدأت دولية، فينبغي أن يكون هناك تداعي في حقوق الإنسان الذي هو ينافي كل العامة لكل دول العالم ولمواثيق الأمم المتحدة، لا سيما أن ما يجري هو بطريقة حكومية واضحة، وأن العملية السياسية كلها تقف وراء هكذا اغتيالات واضحة للناشطين. هذه الاغتيالات لن تؤثر لأن هؤلاء حقيقة دماءهم عقبة الجميع، وهذا هو معلوم تماما ردة الفعل. ابقى معنا أستاذ عبد القادر بالحديث عن منظمة الأمم المتحدة. نعود لأستاذ حسين. المنظمة الأممية اعترفت أخيرا وأكدت بأن الميليشيات هي التي قتلت المتظاهرين في العراق. إلى أي مدى يعد هذا التصريح بداية أو مؤشرا لبداية تحرك أممي لوقف العنف المرتكب ضد المتظاهرين السلميين ولاحقا محاسبة من يقتلهم؟ يعني هو الأمم المتحدة تعبر عن مصالحها، ولا يجب علينا التعويل كثيرا على الأمم المتحدة. الأمم المتحدة أو ما هي الدولية اللي هي للنافذين في المشروعية هي التي أطاحت بالعراق، وهي التي جلبت هذه السلطة الفاسدة عليها 16 عاما. الشارع في العراق والجماهير المنتفضة في الشوارع تتملي إرادتها على هذه السلطة وفي المجتمع الدولي. المجتمع الدولي أيضا حال القوى الإقليمية يحاول أن يركب الموجة وإيجار المنطقة هو جماهير العراق، وسينتزعون
من الإقليمي ومن الميليشيات المحلية. لا نعول كثيرا على ما يسمى بال. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ حسين، كنت معنا في استوديو الرافدين. في سؤال أخير إلى الأستاذ عبد القادر. أستاذ عبد القادر، يعني العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران أثرت بشكل كبير على النظام في طهران، هل برأيكم العقوبات ستشكل أثرا على النظام أو على السياسيين في العراق وستثني السياسي عن دورهم وتنجح الثورة في الأخير؟ من المعلوم أن نجاح الثورة هو مؤكد، لأن على الصمود والبقاء، وبالتالي هناك تحولات دولية وإقليمية مهمة في مطلع العام القادم، وبالتالي هم يعمدون على تكثيف الاغتيالات. وهنا ننصح حقيقة المتظاهرين بأن لا يخرجوا من ساحة التحرير من الساعة الثالثة مساء إلى السابعة صباحا، لأن هذه هي وقت الاغتيالات وعمليات الإحاطة في اختطافهم. لذلك عليهم أن ينتبهوا آمن لهم في ساحة التحرير. الأسابيع هي ستعمد على خلط الأوراق، على اختراق الساحات، على رفع ربما شعارات تطالب بإصلاح داخل العملية السياسية تنافي مطالب، ستفشل بسبب أن هناك تصميم كبير شعبي خلف المتظاهرين، وبالتالي ستزداد عملية التظاهرات قادمة والإضرابات الطلابية بطريقة كبيرة لتساند هؤلاء الشباب الموجودين في ساحة التحرير والميادين الأخرى في المحافظات. شكرا جزيلا لكم أستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من عمان. وشكر موصول أيضا لضيفنا من عمان أيضا الكاتب والباحث السياسي حسين العليان.